بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في برنامجكم خليل تونس. خليل تونس تلقاوه كل يوم على نسمة قناة العائلة. كما تعرفوا سي نبيل ما عادش معايا في البرنامج وعوضته مدام موني نوردين اللي نوجه لها تحية. هي عندها التزامات عائلية إن شاء الله نقولها ديما فرحانة وديما فرحانين أنت وعائلتك والتوانسة الكل. خلينا نبدأ حلقتنا الليلة ومعنا أول اتصال من الناس الخير اللي تعاون في برنامج خليل تونس وفي الناس المحتاجة من الخليليين والخليليات معنا اليوم مدام منيرة. أهلا وسهلا بك. عسلامة. مرحبا بك مدام. بيه وبيك عايشك مدام. أنت تسكن في فرنسا؟ أي في فرنسا. أنت قدمت لنا مدام منيرة مساعدات مادية للناس المحتاجة واللي قاعدة تتعادى معنا في برنامج خليل تونس. نشكرك برشا. نعرف اللي أنتم تشتغلوا لهم. تتفرج أنت في برنامج خليل تونس؟ أي تفرجت فيه وقت جيت في تونس في الشتاء تفرجت فيه وكلمتكم ديجا وقتها وأثرت عليا بالبرنامج هيك وإن شاء الله سموتي برشا عبيد كيفي أنا إن شاء الله. شفت اللي برشا عبيد متحقين لنا أحنا الكل وحبيت نعاون باللي نقدر عليه. شنو رسالتك اليوم للناس في تونس؟ أنت موجودة في فرنسا من الجالية التونسية في تونس في فرنسا. شنو رسالتك اليوم للناس التونسة؟ أكيد تشجعهم وفي فرنسا زيدة تشجعهم باش يعاونوا الناس المحتاجة والمستحقين الدعم متاع كل تونسي عنده خلينا نقولوا شوية فلوس مقدورهم يقفوا الكل ويعاونوا التونسة اللي هما زيدة برسا مساكن مستحقين لنا احنا عندنا معناتها يعني بروغرام ديما تقوم به جمعيه خليل تونس كل عام خاص بالتلامذة. يعني تكون فما قريه مدرسيه موجوده تعاون التلامذة هذوما اللي مستحقين الدعم واكيد ان شاء الله تكون مشاركه معنا وان شاء الله يعني تتبع البروغرام هذايا اللي باش يتعدى ان شاء الله واللي احنا نحضروا له قبل بوقته. علاش ليه ما تكونش معنا في تونس؟ إن شاء الله إن شاء الله نكون في تونس إن شاء الله نكون موجودة ونقف معاكم إن شاء الله. يعطيك صحة مدام منيرة. شكرا لك. شكرا على تدخلك معنا اليوم ويعطيك صحة على كل المساعدات اللي قدمت لنا. أنت قدمت لنا مبلغ هام جدا باش يعاون أكبر عدد من التوانسة. أنتم اللي تتفرجوا فينا وتحبوا تعاونوا كما عاونتنا مدام منيرة اليوم الجالية التونسية بالخارج اللي جات باش تعدي الصيف في تونس ولا اللي قاعدوا في فرنسا ولا في بلاد أي بلاد أجنبية أخرى. نقولوا لكم تنجموا تتصلوا بنا ولا تبعثوا SMS على الرقم اللي تشوفوا فيه في الشاشة وما تنسيوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير. الليلة في خليل تونس باش نتعرفوا على حكاية فايقة البرهومي من منطقة الفجة معتمدية المرناكية عمرها 48 سنة معارسة وعندها بنية اسمها رحاب عمرها 11 سنة. الرجل هاي يخدم في المرمى نهار يخدم وعشرة لاخر عنده مرض في عين وتسبب له في نقص كبير في النظر. ظروفهم المادية صعيبة كارية وزاد عليها المرض عملت 3 عمليات على القلب. دارها نقصة شوية أثاث ومش لاقية باش تشري الدواء متاع القلب. على هذا قصدت قلوب الرحمة باش يعاونوها. فايقة برهومي معارسة وعندي راجي حشك نقصة إعاقة نظرية وأنا عاملة 3 عمليات على القلب وظروفي تعبة على الأخر. نطلب من خليل تونس والناس أصحاب الخير يعاونوني ظروفي تعبة على الأخر. ما لقيتش باش نشري دواء وظروفي على الاخر. دواء نتاع القلب عامله 3 عمليات على القلب. هذيك مشكلتي في الدنيا. ماذا بيا عاونوني في معناها كاريه ما عندي ظروفي على الاخر تعبه راني ظروفي على الاخر. ماذا بيكم تحاولوا تعاونوني يرحم والديك كاري ب 150
وانا ناخذ فك الشهريه نتاع 180 هذيك كاريه منها وخلص منها في الماء والضوء. عندي بابي مسكين تو سي مات، راجل كبير وصل 80 سنه ما عادش فيه، معناها كان ديما يعاونني ويحل عليا كل شيء. بابي ما عندوش معناها مورد رزق اخر، عنده في داره ماهوش معناها بعيد، وظروفي على الاخر وجاني بعيد، بابي بعيد سيدي بوزيد، وراجلي كيف كيف ما عندهمش دارهم سنة اعظم منينا تعبين على الاخر، ونظري فيها تشوفها بنتي كان نظر نتاعها كاهو. بالنسبة لقريتها قراية مصلي على النبي عليها بنتي، لما تقول يا ماما امي في الحياة هي بعقدتها كان حكاية الدار، ما عنديش معناها تشوف اصحابها وتشوف الكل كيفاش يحب يعاونوني في الكرا، حتى لو كان نلقى حتى بيت اخرى معناها فيها بيت اخرى اكثر شوي على الاقل بنتي الاخر تستقر، خاطر بنتي تعبت نفسيتها تعبت، نقصني برشا حاجات، نقصني غاز، نقصني غسالة، نقصتني معاون شوي معاون فريجدان بلس فريجدان، انا عندي ذاك نكمل بيه حتى اللي عمل ربي. خمم برشا على بنتي وحدها ما عندها حد كالرب، هذا اللي نخمم فيه، نطلب من خليل تونس الناس اللي في قلوبها الرحمة يعاونوني ويخزروا لي بعين الرحمة، راني تعبة والناس كل تعرفني يرحموني، انا راني تونسية مانيش راني بنت، راني مشني بعيدة راني بنت، يرحموني ويرحم والديك. كما كنا نشوفوا في وضعية فايقة اليوم مش صعيب على التوانسة بالكل أنهم يرجعوا الفرحة والبسمة الفايقة والعائلتها، كما كنتوا تشوفوا في فايقة وضعيتها صعيبة برشا، فايقة اليوم تحب أثاث لدارها، تحب تجهيزات منزلية، كما كانت تحكي يعني على وضعها الصحي، تحب على دواء القلب خاطر عملت ثلاثة عمليات وما تنجمش تشري دواء القلب. اليوم كان فما شكون يحب يعاون فايقة أنه تشري دواء القلب، كان فما شكون يحب كفل بالحاجة هذه أكيد باش يربح يعني أجر كبير عند ربي. أنتم اللي تتفرجوا فينا وكان تحبوا تعاونوا فايقة زادة على شوية يعني مستلزمات منزلية أثاث كما كنا نشوفوا في دارها، وأنتم تعاونوها زادة أنها تعمل على روحها، وكان فما شكون يعني حاب يعاونها زادة على الكري، خاطر فايقة اليوم مسكينة كما كنتوا تشوفوا وضعيتها صعيبة برشا. إن شاء الله أنتم اللي تتفرجوا فينا تنجموا تعاونوها، اللي تتفرجوا فينا الكل وتحبوا تعاونوا فايقة نجموا تبعثونا سماس على رقم تشوفوا فيه أسفل الشاشة، وكان تحبوا تحكيوا لنا حكايتكم اتصلوا بنا على رقم 46 555 556، وتنجموا تتواصلوا معنا زادة على باج فيسبوك خليل تونس، وما تنسيوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير. خليك للتوانسة خليل وعاون المحتاج والقليل، وانتي زادة يلزمك تعاون، اتصل بينا على الرقم 46 55 55 57، ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.